الشيطان لا ينصح عدوه الإنسان، ولذلك فيجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه وهواه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، ولا يجوز له أن يستسلم لهوى النفس، لأن هذا الاستسلام سيؤدي به إلى الهلاك. ولذلك فالمسلم ينبغي دائما أن يتذكر العاقبة، أن يتذكر الدار الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. والدار الآخرة كما تعلم فيها نعيم وفيها جحيم، وهذا الجحيم يعني فيه أنواع من العذاب لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعيش مراقبا لله عز وجل، وفي ذلك عصم له من أن يمين يمينا ويسارا، وأن تتلاعب به الأهواء والشهوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فمن كان راغبا أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يجاهد نفسه.